عسلامة، مرحبا بيكم، مرحبا بالناس الكل. معاكم الشيف هنداتي من مدينة بنزرت. إن شاء الله اليوم أنا باش نحضر الوصفة بتاع طبيخة الباذنجان. طبيخة الباذنجان اللي باش نحضرها اليوم، أنا باش نحضرها بالبروتينات النباتية. في القناة أنا عندي عدة وصفات بتاع طبيخة الباذنجان، عندي وصفة محضرتها بالمرقاز والقديد، أما اليوم باش نحط فيها الفقاع. حضرت شوية فقاع، وهذايا فول 150 غرام فول نفخته وقشرته، عندنا 100 غرام حمص منفخ، وهذا يا لفاح اللي باش نفوح بيها الطبيخه. الطبيخه راهي ما تحبش برشا فاح، باش نحط فيها شويه هريسه ملح، وباش نحط لها مغيفه طماطم شايحه وملحيه، هي اللي باش تزيدها بنه على بنه. انا باش نطيبها بطماطم الشايحه الملحيه مع شويه طماطم معجونه، باش نقصوا شويه من استهلاك الطماطم المعجونه المصبره. وباش نحط شويه كركم، فلفل اكحل، وهذايا بصل، باش نحط 500 غرام بصل. الا بصل نجم نحطه الاحمر كما نجم نحطه البصل الابيض. كعبتين باذنجان، جرينات فلفل، وعندنا زيت زيتونة. توا باش نبدا نحضر الطبيخة، باش ناخذ النحاسة نحط الفول، هذايا الفول المنفخ، نحط الحمص، نصب الزيت. انا باش نحضر كل شيء في البارد، انا في العادة نحط الزيت ونحط شوية بصل ونسخنهم شوية، نشكشكوهم شوية، وبعدها نصب الماء ونحط الفول والحمص. اما المرة هذه باش نطيبها بطريقة اخرى، نصب مقدار 80 مليلتر زيت، نصب الماء، وتوا نحاسة باش نحطها على النار، نخليها تغلي حتى يطيب الفول والحمص. ما بيننا قصيت اكل البصل والباذنجان، الفول والحمص يغلي وعندهم 20 دقيقة. الفول هذايا ذواب قريب يطيب، باش نخليه يزيد شوية، وبعد باش نرمي البصل. الفول والحمص طابوا، عندهم نص ساعة ملي حطيتهم يغليو، وما راني ما حركتش كيف نطيبوا الفول والحمص، ما لازمناش نحركوا، وتو زادا مانيش باش نحرك، باش نوريكم كيفاش. شوفوا كيفاش الفول ذاب. توا باش نرمي البصل، اما ما نحركوش. اذا كان حصلنا حركنا راهو الفول يشد لنا في الطنجره. نصب البصل، البصل نسيت ما قلت لكمش على قصانه. البصل كي نقصوه كيما توا هكايا، نقصوه مربعات كيما توا هكا تشوفوا، خشينه شويه. توا نحاسه باش نغطيها ونخليها كالبصل يطيب، وباش نحضر الصلصه. الفقاع غسلته وفركته بالقارس، نحط المقلة، وباش نحضر الصلصة. الصلصة نتاع الطبيخة انا باش نشكشكها شوية، نصب شوية زيت مقدار نتاع 4 مغارف زيت، باش نحط شوية كركم، باش نحط شوية هريسة، هكايا نحطو الهريسة، هذيا الطماطم الشايحة الملحية، نحطو مغرفة هكايا، باش نحط مغرفة طماطم معجونة. باش نصب شوية ماء، باش نحلك الطماطم والهريسة في وسطك الزيت، الطماطم والهريسة هاني كملت حليتهم في وسط الزيت. توا باش نشعل عليهم الغاز، وباش نخليها الصلصة تتقلى.
وبالنسبه للملح راني ما حطيتش ملح في وسط الصلصه على خاطر الطماطم الشايحه المرحيه فيها الملح، نردوا بالنا ديما في الملح، وقت اللي قريب تطيب الطبيخه نذوقوا الملح نتاعها، اذا كان ناقصه نزيدوها. الصلصه بدات تتقلى، باش نخليها تتقلى 10 دقائق وكنقعدوا ساعه ساعه نحركوا. الصلصة تقليت، خليتها 10 دقائق تتقلى على نار واطية. توا باش نرمي أكل فقاع، الفقاع شللته بالماء، نحيت له كلبالي بالقارص. توا باش نحركو، والفقاع باش نخليه يطيب 5 دقائق في وسط الصلصة. باش نفوح هكا الجرينات نتاع الفلفل، حضرت شويه ملح وفلفل اكحل نخلطهم في بعضهم، وبعد ما خلطتو اكل خليط نتاع الملح والفلفل الاكحل، توا باش ناخذ اكل الجرينات نتاع الفلفل، نشق قرن الفلفل هكايا شويه وناخذ مك اللفاح. راهو الفلفل هو اللي باش يزيد يبلنها الطبيخه كي نرميوه في الاخر. كل قرن نشقوها شوية ونحطو من الخليط، الفقاع قاعد يطيب، شوفو كيفاش سايب الماء نتاعو. توا عندو 5 دقايق باش نطفي عليه، والصلصة باش نحطها فوق كل البصل والفول والحمص اللي طيبتها. نحط البتنجيل، البتنجيل قصيتها فركتها بالقارص وبعد شللتها بالماء. توا نخلط، انا راني ما خلطتش بالكل، توا باش نحرك. وبعد ما حركتها نغطيها النحاسة ونخليها تزيد تغلي حتى تطيب البتنجيل. البتنجيل راهي في ساعة تطيب درجين إلا هي طابت. البتنجيل عندها 10 دقائق ملي رميتها تطيب. توا باش نحط كل جرينات متاع الفلفل اللي فوحتها، نصب شويه زيت، نحطو مقدار نتاع مغرفتين، نحط شويه فلفل اكحل، وطبيختنا قريبه تطيب. توا باش نخليها تزيد تطيب 3 دقائق حتى يطيب الفلفل، وبعد نطفي عليها. الفلفل طاب، طبيختنا حضرت. توا باش نطفي عليها الغاز وباش نعبيها. وبالنسبه للطبيخه وقت اللي نرمي الصوص والبتنجيل ونحركو، بعد ما نزيدوش نحركو، راهي ما تحبش التحريك. اذا كان حركناها برشا راهي تعصد على خاطر فيها الفول نتاعها ذايب والحمص تعصد لنا. ما حركتها كان مره برك وقت اللي هرميت الصوص والفقاع والبتنجيل. وتوا هنيا باش نعبيها، شوفوا كيفاش يجي تطيبها وما تجيش فيها برشا مرق، راهو تكون هكا يا الصوص نتاعها ما فيهاش زاده برشا طماطم. كيف نطيبوها هكايا تكون البتنجيل شاده روحها، ما نطيبوهاش برشا 10 دقائق راهو البتنجيل تطيبها ما تفوتش. طبيخه البتنجيل اللي طيبتها بالبروتينات النباتيه طابت وحضرت،
وهني كملت عبيتها راني ذقتها راهي جات بنينه بنينه برشا. هذه الوصفه اصلها زمنيه، احنا قبل كنا نطيبوها بالفول والحمص والبتنجان ونحطوا كان مرقاز وقديد كي نقولوا طبيخه يعني بلاش لحم. انا زدتها اللمسه نتاعي، هو يقول لك الطبخ فن الكوجينه فن، انا زدتها الفقاع، اما راهي روعه، جات روعه روعه، وان شاء الله تجربوها وتكون عجبتكم. وبالسلامه وشهيه طيبه.